هاي اليوم رح نكون عم نشتغل شولدرز، رح نشغل كل عضلات الشولدرز، رح نشتغل معهم ترايسبس. Let's start بأول اكزرسايز. اوكي، أول شيء رح نبلش بالفرونت ريز أو بالعضلة الأمامية بالكتاف. تنقدر نسيب العضلة الأمامية بالدمبلز هيدي البوزيشن، الدمبلز بيكونوا قدام إجريي بهيدا الشكل، عم بطلع بالدمبلز لما قبيل وجهي وبنزل. 1 2 3 سو عم بطلع مقابل وجهي مش اكثر. 4 5 6 7 and 8 بخط 5 second rest. رح نرجع نعيد الاكسرسايز هو زي 3 2 1 let's go. كمان بطلع بالدمبلز قبيل وجهي، ايدي ممدودة على الآخر. 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. اوكي، هلا كمان رح نكون عم نشتغل فرونت بس بغير دايركشن، يعني رح يكون ستارتنج بوزيشن من هون، يتين مع بعضهم بطلع فيهم فوق راسي وبنزل. So 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. برجع بعيدها هي زيتها 2 1 again starting position من هون، عم بطلع افتح ايدي على الاخر وبنزل 1 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. اشتغلنا الفرونت ريز، اشتغلنا عضله حركه ثانيه كمان للعضله الاماميه اللي هي من هون. هلا خلينا نشتغل البريس، يعني shoulders dumbbell press starting position من هون، ايدي بهيدا الشكل، بجرب رجع ايدي لورا قد ما فيي، then I go up بنزل لحد ديني مش اوطى 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. سو اليوم رح نجرب نشغل كل عضلات الكتاف اللي هن front middle وباك 2 1 again 1 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. اوكي، سو نحن خلصنا هلا من الحركات front middle، خلينا نشتغل lateral. lateral يعني العضلة اللي على جنب الكتف 2 1 اوكي، starting position بتكون من هون، بفتح الايدتين على الاخر وبنزل بلا ما دق باجريي بلا ما ريح العضله. So 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. 2 1 again يد ممدودة على الآخر، بطلع بالدمبلز straight بنزل 1 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest. اشتغلنا front، اشتغلنا middle، شغلنا lateral، بقدر في عنا العضلة الخلفية بالكتف. اوكي، بنقدر نسيب العضلة الخلفية عم بحاجة نقعد على التبي، فينا نعمل على الواقف ونطب ظهرنا، بس أكيد لما نحمي ظهرنا من الإصابات أو من الوجع بنقدر نعملها بهيدا الشكل. اوكي، رح نعملها كل إيد لوحدها. دمبلز بفتح هيدا الشكل 2
3 4 5 6 7 and 8 then 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 خد 5 second rest. تمام، هلا رح كمان نعمل العضلة الخلفية بس رح نعملها بغير طريقة. يعني ايدي رح يكونوا بهيدا الشكل بس عم بطلع بالدمبلز 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. بهاي الحركة بكون اشتغلنا اخر حركة كتاف. خلينا نبلش بالترايسبس. اوكي، هلا اول حركة ترايسبس كمان رح ضلني اخذ نفس البوزيشن، ظهر جالس، بدي اطلع بايدي بهيدا الشكل وعم بفتح لورا، بطلع بالدمبلز برجع على ستارتنج بوزيشن 2 3 4 5 6 7 and 8 then 8 1 2 3 4 5 ثبت كوعي 6 7 and 8 5 second rest 2 1 again ولا فوق، كوع ثابت ما لازم يقرب ولا يرجع لورا، بضل محله وعم بطلع بايدي بس 1 2 3 4 5 6 7 8 then 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. اوكي، بنكمل على بداية حركة ترايسبس. بنام على التطبيق. اوكي، رح نكون عم نشتغل كل ايد لوحدها. سو الدمبلز بهيدا الشكل، ايد ممدودة. عم بنزل كمان كوع ثابت. بفتح لفوق فول اكستنشن، بنزل لمستوى صدري. بطلع 2 3 4 5 6 7 and 8 then 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 again 1. سو كتير مهم ثبت كوعي بكل حركة ترايسبس، تكون عم بعملها فول ايزوليشن للعضلة. 5 6 7 and 8 then 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. بخد 5 second rest. وصلنا عاملين حركتين للترايسبس. بقى عنا هيدي الحركة اللي هي آخر حركة للترايسبس وبالسيشن لليوم. اوكي، هلا الايدتين بدهم يكونوا ممدودين بهيدا الشكل بارلل مع بعضهم، كوع ثابت. عم بنزل بالايدتين لحد تمي، then I'm going full extension، بفتح ايدي على الاخر. again 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest 1 again ايدتين ممدودين كوع ثابت 1 2 3 4 5 6 7 and
8. وبهيدي الحركة بكون احنا خلصنا اليوم. سو اشتغلنا شولدرز، شغلنا كل عضلات الكتاف، واشتغلنا ترايسبس. عيدوا هالسيشن قد ما فيكم بالبيت، وانا بالكم ستي هيلثي ستي سيف، وشوفكم بنكست سيشن. باي.